من أيام كانت الفرحة مالية بيوت كتير في محافظات مصر، وده بعد إعلان أسماء الفائزين في مهرجان إبداع مراكز الشباب ضمن الموسم الرابع لعام 2024، واللي تم تنفيذه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مهرجان إبداع مراكز الشباب كشف عن مواهب شابة في النبوع والقرى والمدن من أعضاء مراكز الشباب، وساهم في رعاية وتنمية قدرات شباب بلدنا، ده غير تخصيص مسابقة لمجال الإنشاد الديني والترانيم واللي فاز فيها بطل قصتنا النهاردة. تعالوا بينا نتعرف على كواليس فوزه ومشاركته في قصة نجاح. وانا في الحقيقة مش كده، وده مش تواضع. كل الحكاية ان انا تمثيلي بارع، كل الحكاية ان انا تمثيلي بارع. الموهبة ما تعرفش سن ولا مؤهل، نعمة كبيرة جدا من ربنا للي يديرها صح، خصوصا بقى لو النعمة دي في الصوت، لأن كلنا بنستمتع بيه. وبطل حلقتنا النهاردة صاحب صوت مميز جدا، وحاز على جائزة مهرجان الإبداع لوزارة الشباب في مجال الترانيم. بطلنا النهاردة أمير عصام، برحب بيك. أهلا بحضرتك. أولا مبروك. الله يبارك فيك. احكي لي بقى الأول، طقوس المهرجان دخلت فيه إزاي وقدمت بإيه وفزت بإيه؟ أنا كان ليا واحد صاحبي داخل مهرجان إبداع بس جمعيين، فأنا قلت له أنا نفسي أخش، قال لي لازم أن تكون في جامعة أو في كلية، بس أنا خلصت دراسة، فقال لي ممكن تقدم في مركز شباب. قدمت وعملت اشتراك فيه ودخلت أول مرحلة، وجي أول اليوم بتاع أول اختبار التمهيدي، رحت بنها عملت الاختبار والحمد لله صعدت للدور اللي هو النهائي. رحت فندق يومين، وكانت هناك المرحلة النهائية اللي كانت فيها لجنة التحكيم أستاذ ساتر مخائيل واستاذ علي الهلباوي والشيخ محمد التهامي، وطبعا رنمت قدامهم والحمد لله يعني خدت مركز انا نفسي مبسوط بيه جدا، مرحله وتغيير بالنسبه لي كبير قوي. بص بقى يا امير، انت يعني مشيت في رحله، انت قلت رحت الاول بنها وبعدين يعني مش مشوار طويل اللي انت لسه حكيه لنا دلوقتي، ده معناه ان انت واثق جدا في امكانياتك وفي صوتك، الحمد لله. صح؟ كنت واثق في الفوز 50%. 50% بس؟ ليه؟ لان انا دي طبعا مسابقة على مستوى الجمهورية، انا كان معايا 25 مرنم ومرنمة، فان انت تطلعي مركز برضو على يعني بينهم كلهم، فدي بالنسبة لك حاجة كبيرة أوي.